الحاجه الثانيه الشناوي وجاهزيته للمباراه. الشناوي كان بيشتكي من الام، يعني الحمد لله دلوقتي جاهز للمباراه مع لطفي وبقيه الحراس. اللي كان عايز اتكلم كمان عن طارق سليمان. طارق سليمان او مدرب حراس النادي الاهلي تحديدا، اللي شفناه مع الشناوي في المنتخب، الناس قالت هو الشناوي في المنتخب شكله، لا الشناوي كان قبل المنتخب كان ماشي كويس قوي. وانا اتكلمت برضه مع حضراتكم، لكن احنا بس بنذكر الناس عشان ندي لطارق سليمان حقه. طارق سليمان من المدربين اللي هم يعني مجتهدين جدا جدا، وبيعرف يتعامل نفسيا مع كل انواع الشخصيات اللي حواليه، لان طارق انا عاشرته كمان وانا لعيب كوره، مميز قوي وعنده صبر طويل قوي ومجتهد قوي قوي في شغله. عشان كده لازم نديله حقه. ان شاء الله ان شاء الله يكون متواجد معانا زي ما احنا متعودين مع حضراتكم، كل شويه بنجيب نجم كبير ونتكلم معاه في كل التفاصيل. لكن انا دوري ان انا لازم اشيد بدور طارق سليمان ودور مدرب الحراس، وقد ايه فرق كبير قوي بين النادي الاهلي واي مكان، حتى منتخب مصر. جماهير النادي الاهلي ما بتقبلش اي خطا، بتبقى انت واقف في المرمى في دماغك 60,000 حاجه. المفروض انا كحارس مرمى ان انا اركز في الملعب بس، لكن غصب عن اي بني ادم لا، هو بقى واخد من تفكيره شويه، الجماهير واخد من تفكيره شويه، انا لو حصل حاجه ممكن يحصل فيا ايه، لو طلعت على. عشان كده ممكن يكون مستوى يعني كان بيروح وبيجي، لكن الحمد لله كان ثابت قبل منتخب مصر. وكنتوا تفتكروا المباريات اللي اداها الشناوي كانت ولا اروع، وكمان لطفي كمان. فمش عايزين يعني نقلل من دور اي حد مهما كان، لكن في المنتخب الموضوع منتخب مصر غير النادي الاهلي، تخيلوا. واكيد حضراتكم فاهميني طبعا، المنتخب الموضوع بقى فيه اريحيه شويه، بيبقى فيه ان انا واقف في منتخب مصر، ان انا بقى فيه شكل كمان ثقه شويه، شو شويه ممكن. لكن الاهلي لا، الاهلي الغلطه فيها كلام كتير جدا جدا، عشان كده المسؤوليه كبيره قوي. وانا دوري كمدرب مش دور فني بس، دور فني ودور ان انا بتكلم معاك في كل حاجه في شخصيتك، بتكلم معاك في الضغط الجماهيري، بتكلم معاك قد ايه تكون واقف واثق من نفسك، الغلط انا هشيله انا، لا كبير جدا الموضوع. طارق سليمان كل التحيه والتقدير ليه، زي ما قال كريم شغال مع الحراس بمنتهى الجديه. شايفين عرضنا لحضراتكم جزء من تدريب الحراس المرمى، بيشتغل بكل الكرات، اكيد تدريبات صعبه جدا لحراس المرمى. ان شاء الله ربنا معاهم، وان شاء الله يكونوا موفقين كالعاده.